مباركة مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المسيح قام من بين الأموات وواطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. خريستوس أنستي إك نكرون ثاناتو ثاناتون باتيساس كاتي سنتيز ميماسي زوي خارسا. بسلام إلى الرب نطلب. يا لايسان. من أجل السلام من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. يا لايسان. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم وموازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذا الدير المقدس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. اودد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللوا لله يا جميع الأرض. أيها الرب إلهي. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا. أنت أيها السيد اطلع بحكمك علينا وعلى هذا البيت المقدس. تس برزفياس تستيوتوكو سوتر سوسونيماس. قولوا لله ما أرهب أعمالك. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا.
كل الأرض يسجدون لك ويرتلون لك ويترنمون لاسمك أيها العلي بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين أمين بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطائرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يتراف الله علينا ويبارك ويغلب أجمعنا ويرحمنا. صلصنا يا ابن الله يا من طمع من بين الأموات لنرد لك هللويا. لتعرف الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. صوصني ماسيات وأنستاسك نكرون بصالون داسي هللويا. فلتعترف لك الشعوب يا الله فلتعترف لك الشعوب كلها. خلصنا يا ابن الله يا من طمع من بين الأموات لنرات لك هللويا. يباركنا الله ولترتعد منه كل أقطار الأرض. صوصني ماسي الثيو أنستاسك نكرون بصالون داسي هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائد لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الأب والروح القدس خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليقم الله يتبدد جميع أعدائي ويهرب بغضه من أمام وجهه كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من قدام وجه النار كذلك تهلك الخطايا من أمام وجه الله وصديقون يفرحون يتهلون أمام الله ويتنعمون بالسرور. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونتهلل به. المسيح قام من بين الأموات وداس حكمة فلنستقم في المجامع باركوا الله الرب من ينابيع إسرائيل
خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات لك هللويا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات لك هللويا المسيح قام من بين وداس الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور خريستوس أنستي أكنكرون فيما كان القبر مختوما اشترقت منه أيها المسيح الإله وفيما كانت الأبواب مغلقة وقفت بالتلاميذ حياة الكل وقيامتهم وجددت لنبي نعمة الروح المستقيم بحسب عظيم رحمتك أيها الرسول القديس يعقوب تشافى إلى الإله الرحيم أن يمنح غفران زلات لنفوسنا هلموا أيها المؤمنون نكرم نكتاريوس المولود في سلبريا وراية أينا من ظهر في الأزمنة الأخيرة ومحب الفضيلة الأصيل بما أنه خادم المسيح الإلهي إذ ينبئ الأشفياء في كل الأحوال للصارخين إليه بإيمان المجد للمسيح الذي مجد المجد لمن جعلك عجيبيا المجد للصانع بك الأشفياء للجميع ولئن كنت نزلت إلى قبر يا من لا يموت إلا أنك درست قوة الجحيم وقمت غالبا أيها المسيح الإله وللنسوة حاملة الطيب قلت افرحنا ووهبت رسلك السلام يا مانح الواقعين القيام إلى الرب نطلب كليسون لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا Αγίος Αθανάτος
الآن وكل لوان وإلى دار دائرين آمين. قدوس الذي لم يموت ارحمنا. قوة كل الأرض خرج صوتهم فلنصغي السماوات تذيع بمجد الله حكمة. فصل من أعمال الرسل القديسين حكمة فلنصغي. في ذلك الزمان ألقى هيرودس الملك الملك الأيادي على قوم من الكنيسة يسيء إليهم وقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. ولما رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير، فلما أمسكه جعله في السجن وأسلمه إلى أربعة أرابع من الجند ليحرسوه، وفي عزمه أن يقدمه إلى الشعب بعد الفصح. فكان بطرس محبوسا في السجن، وكانت الكنيسة تصلي إلى الله من أجله بلا انقطاع. ولما أزمع هيرودس أن يقدمه كان بطرس في تلك الليلة نائما بين جنديين مقيدا بسلسلتين، وكان الحراس أمام الأبواب يحفظون السجن. وإذا ملاك الرب قد وقف به ونور قد أشرق في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا قم سريعا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك تمنطق واشدد عليك، ففعل كذلك. ثم قال له البس ثوبك واتبعني. فخرج يتبعه وهو لا يعلم أن ما يفعله الملاك كان حقا، بل كان يظن أنه يرى رؤيا. فلما جازا المحرس الأول والثاني انتهيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته. فخرجا وتقدما زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. فرجع بطرس إلى نفسه وقال الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل ما تربصه به شعب اليهود. سلام لك أيها الأخ القارئ ولكافة الشعب. هللويا هللويا هللويا. حكمة فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم لروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير. المجد لك يا رب والمجد لك. فلنصغي. في ذلك الزمان دعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وعلى شفاء الأمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويبرئوا المرضى. وقال لهم لا تحملوا في الطريق شيئا، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكن للواحد منكم ثوبان. وأي بيت دخلتموه فهناك امكثوا ومن هناك اخرجوا. ومن لا يقبلكم ففي خروجكم من تلك المدينة انفضوا أيضا غبار أرجلكم شهادة عليهم. فخرجوا وطافوا في القرى يبشرون ويشفون في كل موضع. المجد لك يا رب المجد لك.
أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. إننا نخر أيضا بل مرارا كثيرة نجت لك ساجدين ونتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر، طالبين أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية، تمنحنا أن نمثل أمام مذبحك المقدس غير ملومين ولا مدينين. هب أيضا الذين يصلون معنا يا الله النجاح في المعيشة وفي الإيمان وفي الفهم الروحي، امنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين، أن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدينين فيستحقوا ملكوتك السماوي. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. الشأن رهيب عند نفس القوات السماوية أيضا، لكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير، كنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية، بما أنك سيد الكل لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض أيها الرب إلهنا رب السيرافيم وملك إسرائيل المستوي على عرش الشيروبيمين، يا من هو وحده القدوس والمستريح في القديسين، فإليك أبتهل أيها الصالح والسميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال، وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير وتجعلني كفؤا بقوة روحك القدوس، وأنا لابس نعمة الكهنوت لأن أمثل لدى مائدتك هذه المقدسة وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم، يعني إليك أتقدم حانيا عنقي وأطلب إليك فلا تصرف وجهك عني، لا ترذلني من بين غلمانك لكن أهلني لأن تقدم هذه القرابين على يدي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب القابل والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدأ له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان أيها
المستعان. مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. تحت لنكمل طلباتنا للرب من أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. اودد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك ان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسال. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسال. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسال. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسال. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسال. استجب يا رب. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسال. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم ولروحك. لنحبن بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقرين. يا ابن وابن وروح قدس ثالوث متساو في الجوهر وغير الأبواب الأبواب بحكمة فلنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح
ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نورا من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساود الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي من مجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموت والحياة في الدار التي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام ذبيحة تسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. ومع روح. لنرفع قلوبنا فوق. هي لنا عند الرب. لنشكرن الرب. لحقا وواجبا. لواجب وحق أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطت سقطنا عدت فأقمتنا، ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل، فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهرا كان أم خفيا. نشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة الماثلون لديك الشيروبيم والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثير الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين وبتسبيح الظفر مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباون ملانة نور سماء القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلي القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دم الذي للعهد الجديد
الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا، الصلب والقبر والقيامة ثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني الرهيب، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. إنا نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم، محولا إياهما بروحك القدوس حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس ولمغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وملء ملكوت السماوات، والدال لديك لا لدينونة ولا لقضاء علينا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان، من الأجداد والأباء ورؤساء الأباء والأنبياء والرسل والكرزة والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وكل روح صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام ولدت خالقة، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. أكسيون أستينو ساليثوس مكاريزين ساتين ثيوتو. من سبب الذي قد تذكر الأمر جميع كنسك تتمنى تقدر نحو جميع الذين أرقدوا على رجاء البحث وفي الأرض وفي الأرض كمي ترات اذكر يا رب أولاً أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبانا ورئيس كهنتنا خريستوفوروس وهبهما لكنائسك المقدسة بسلام صحيحين معافيين مكرمين مديدي الأيام مفصلين كلمة حقك باستقامة. والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن وأعطنا نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم الإله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحكم.
احفظ يا ابانا نكتريوس ديرك الشريف المستضل بنعمته، اياك يعلي واليك يصلي، فديرك ظلله بنور نصرته. بعد ذكرنا جميع القديسين ايضا وايضا بسلام الى الرب نطلب. من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب. من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقل المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أودد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. وأهلنا أيها السيد أن نجسر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ويأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. لنحني رؤوسنا للرب. أيها الرب يسوع المسيح نشكرك أيها الملك الذي لا تدركه الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا وبكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر الذين أحنوا لك رؤوسهم فأنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر، رافق المسافرين في البر والجو، اشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. بنعمة ورافاة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا أصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك هلما لتقدسنا أيها الجالس مع الآب في العلاء والحاضر معنا ها هنا غير منظور. أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل الشعب. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. فلنصغي القدسات للقديسين. قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله الآب. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين. آمين.
آمين آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت وواب الحياة للذين في كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لا يجينا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائة السماوية المحية الرهيبة فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائماً. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا الله يسون. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئة لنودع أنفسنا وبعضنا بعضاً وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم رب بارك أيها الأب القديس. يا رب يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكلون عليه خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك قدس الذين يحبون بهاء بيتك أن تشرفهم عوض ذلك مجدا بقدرتك الإلهية ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكون اسم رب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكون اسم رب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. ليكون اسم الرب مباركا. إلى الرب نطلب. إلى الله يصن. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح الإله يا رجاءنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان من دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك أيها الأب القديس. أيها المسيح الإله الحقيقي يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا أنت بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة البريئة من كل عيب بقوة الصليب الكريم المحيي وبنعمة القبر المقدس القابل للحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد وغير الهيولية وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم والقديس المجيد الرسول الكلي مديحه ويعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم والقديس نكتاريوس العجائب أسقف المدن الخمس شفيع هذا الدير المقدس وبين الأبرار المتوشحين بالله والقديسين المشرفين الشهداء الحسني الظفر والقديسين المشرفين الملكين العظيمين المتوجين من الله والمعادلين الرسل قسطنطين وهيلانه والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يوكيم وحنة والقديس يعقوب ابن زبدة الذي نقيم تذكاره الآن وجميع قديسيك
وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية الذي أقمنا خدمة قداسه اليوم وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. المسيح قام حقا قام. المسيح قام حقا قام. المسيح قام حقا قام. نسجد لقيامة المسيح المقدسة. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموتى بالموت وهب الحياة للذين في القبور. حقا لقد قام الرب. صباح الخير جميعا، يعطيكم العافية.